الخارجية تؤكد على حقوق المرأة في الداخل والخارج. النمسا متأخرة عالمياً في المساواة في الأجور بين الجنسين. اعتقال سوريين أحرق مبنى تجاري في النمسا للاحتيال على التأمين. السجن لأوكرانية ومغربي خطف ابنهما من حضانة مدينة فيينا. ألماني يحصل على 80,000 يورو من المساعدات ويملك 15 مليون يورو. عودة برنامج همسات رمضانية في نسخته 8 من الاثنين. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكد ألكسندر شالنبرغ وزير الخارجية النمساوي أن تداعيات العدوان الروسي والأحداث في أفغانستان وإيران تبرز هدر حقوق النساء هناك. وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أكد على تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المبادرات الإنسانية والخارجية، وأكد أن السياسة النمساوية ملتزمة بحقوق النساء داخليا وخارجيا، وأن المساواة تشكل حجر الزاوية فيها، وأكد على الحقوق والفرص المتساوية عالميا بالتعاون التنموي والمساعدة الإنسانية ومبادرة حقوق الإنسان والثقافة الدولية. أظهرت دراسة جديدة لشركة بيفيتسي استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في النمسا، حيث تكسب النساء بنسبة 19% أقل من الرجال في المتوسط. ويدرك 68% من النمساويين هذه المشكلة وفقا لاستطلاع للرأي، حيث احتلت النمسا المرتبة 26 في مؤشر Women in Work 2024 من بيفيتسي. وتشمل أسباب الفجوة رعاية الأطفال وتفضيل الرجال في القطاعات ذات الأجور المرتفعة. وحث خبراء الدراسة الحكومة والشركات على تغيير الممارسات لتعزيز المساواة في الأجور. ألقت الشرطة النمساوية القبض على لاجئين سوريين بتهمة إشعال حريق متعمد في مبنى سكني وتجاري في منطقة ليزن في شتاينمارك، وأدى الحريق إلى أضرار جسيمة بالممتلكات وإخلاء 20 شخص. وتشتبه الشرطة في دوافع اقتصادية بسبب امتلاك الشابين لمحل حلاقة في المبنى، حيث كشفت التحقيقات الأولية أدلة على وجود مواد حارقة داخل المبنى، وتم اعتقال السوريين ونقلا للتحقيق فيما بعد، وذلك بعد العثور على دلائل في منزلهما، ويشتبه في أنهما كانا يريدان الاحتيال على شركة التأمين. حكمت محكمة فيينا على امرأة أوكرانية بالسجن لمدة 10 أشهر بسبب خطف ابنها البالغ من العمر 3 سنوات من مركز رعاية الشباب. وكان قد حكم سابقا على الأب المغربي بالسجن لمدة عام، وكانت السلطات قد لاحظت إهمالا واضحا للطفل عندما لجأوا إلى فيينا بعد الحرب الأوكرانية، ولذلك تم نقل رعاية الطفل إلى سلطة المدينة. وخلال المحكمة ادعت الأم أن السلطات سرقت ابنها ولكنها أدينت بالخطف، وحكم على الوالدين بالسجن بعدما عثر على الطفل في باريس بعد أسابيع من الخطف. كشفت شرطة سالزبورغ عن رجل ألماني يبلغ من العمر 74 عاما اتهم بالاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية بأكثر من 80,000 يورو. واكتشف المحققون أن الرجل كذب عن عمد بشأن وضعه المالي عند تقديم طلبات الحصول على المساعدة الاجتماعية، حيث صرح الرجل في عام 2021 للشرطة في سياق تحقيق آخر حول جنحة، صرح أنه يمتلك ثروة تقدر ب 15 مليون يورو إضافة لعائدات إيجار، ولا يعرف مكان إقامة الرجل حاليا بعد مغادرته سالزبورغ، حيث سيتم تقديم بلاغ ضد الرجل إلى النيابة العامة. واعتبارا من الاثنين المقبل يعود برنامج همسات رمضانية بنسخته 8 لهذا العام ليعيد بعضا من الأجواء الأسرية الهادئة. ويبدأ البث على القناة الرسمية لإنفوغراد على اليوتيوب قبل أذان المغرب بحوالي ربع ساعة، حيث يبدأ ببعض الأذكار ثم تلاوة من القرآن الكريم ثم فقرة الحديث الشريف ثم الدعاء، ويرفع فيه أذان المغرب مباشرة حسب التوقيت المحلي لمدينة فيينا.
وفي هذه المناسبة يهنئ فريق عمل النمسا ميديا جميع المتابعين بقدوم الشهر الفضيل، وكل عام وأنتم بكل خير. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا، حملوا تطبيق إنفوغراد على هواتفكم. أطيب الأوقات، إلى اللقاء.